صوت جبار، ما املك الا اقول تحيه لهذه الامراه اللي ذات الصوت الرائع اللي كنا يعني يسولف. وفعلا صوت نوال يسولف. بما ان احنا في طور السوالف، اكيد الكل استمتع بسوالف موزه اللي من خلال وجودها على الساحه اضفت الشيء الجميل، ورجعنا نتكلم بدل لا احنا دخلنا في عصر كله الطباعه وكتابه الحروف والكلمات. اضافه الاحساس على السوالف تزيد الشيء الجميل الشيق. شكرا لانك جيتينا وحيا الله منياني ونور مكاني. الله يسلمك وما قصرت على هالاستضافه، مشكورين. تقرير علشان تعرفون اكثر. تبارك الرحمن لها قبول عند الناس، وسبحان الله يعني رب العالمين إذا حب شخص يحبون العباد. شنو سر المحبة من الناس بهذا الشكل؟ يعني هي الفكرة يمكن لأن عرفت بنت الجيران اللي تلبس عباتها وتجي تسولف حق الناس، فيكون بسيط. يعني هي جاية عشان تقولش سالفة أو خبر، فما في تكلف زيادة، فيمكن عشان كذي الناس حبتني. وبعدين السوالف اللي أقولها قريبة قريبة منها. يعني لما نقلتيها للتلفزيون حبيت أنك نقلتي عبات الراس، طريقة السوالف، الملقة، الكلام، هذا كان محسوب ولا كان تلقائي؟ منو ما يوله على العبات؟ يعني أنا لو أقول حق أي أحد ريال ولا مرة يتذكر عبات أمه، يتذكر عبات جدته، البخور، العروس، المواجب. فالعبات بالنسبة لي يعني أفتخر فيها أنها تمثل البنت الكويتية يعني الأصلية. وأحس أنها ما أدري يعني تقرب لي، يعني أحس لما أقولها أرتاح، يعني لما ألبسها مع القصص أحس أني يعني دخلت بالشخصية. صحيح. القصص ارتجال أم مكتوبة؟ لا مكتوبة، أنا يعني أكتبها ودائما يكون في القصة مغزى ومعنى وفيها حكمة. لأن ما أنا ماني جاية أضيع وقت الناس، ولا أني أنا فاضية أساساً علشان أنا ما عندي شيء، لكن أني أحب أن تكون القصة مالتي أو السالفة أن تستفيدين منها بالنهاية. ليش سميتيها سوالف موزة؟ لأن اسمي موزة، فأبالهم الناس نكنام. لا بس إيش معنى خصيتيها بأنها تكون سوالف؟ السوالف هي تجيك، يعني انا الحين بنصحك نصيحه ما راح تتقبلينها، لكن لو اقول لك بقول لك سالفه عن فلانه الفلانيه وراح تثيرين فضولي. اي وراح اقول لك، سواء انا لو اكلم طفل، لو اكلم ريال، لو اكلم مره، انقذها بسالفه. هي راح تستوعبها مني اكثر من ان اقول بنصحها او بقول قصه. يعني كلمه سالفه يعني احسها تخص مجتمع الحريم اكثر، لان احنا بنقول لها بقول لك سالفه كل حواسها خلاص توحدت مع الشخص اللي موجود امامها. طبعا ولا لا تقولين حق احد بعد اكثر. لا تقولين حق احد، هذه معناتها نشري وانت سعيده. لكن بالنسبه لاختيار القصص، هل فقط للمجتمع النسائي او مجتمع البنات؟ لا بالعكس، السوالف للجميع. ما كان انوجدت الديوانيات، الديوانيات يسولفون والبنات يسولفون والعجايز وحتى الاطفال يسولفون. فانا عندي يعني سوالف للاطفال، يعني من احد البنوك اشتغلت حق الاطفال، وعندي حق الحريم، وعندي سوالف خصوصا بس كل يعني مثلا الرجال يحبون سوالف النجاح، التحدي اللي فيها انجاز. اي اللي وشلون وصل. الحريم يحبون الكيد، الرومانسيه، بس والله يعني ما شاء الله يعني اللي يعني انا ما اقول انه يتابعوني، اقول ربعي اللي يشوفوني من الجنسين يعني الحمد لله. نقدر نسمع قصة؟ أنا اليوم قايلة بشوف أنت رأيك، تبين رومانسي ولا تبين كيد حريم؟ لا الرومانسي خلصوا ما تبون. خلينا بكيد الحريم. زين. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان في هذيك الأرملة الفقيرة اللي تكد على عيالها، تشتغل عند تاجر. مرتها التاجر لا إله إلا الله جنية، لسانها ما يعبر عليه إلا رب الرحمن. في يوم من الايام رد التاجر مبكر، انشبت له الارمله يعني تشتغل عندهم بالكروه، فانشبت له شافتها عاد قالت خوش هذه، قامت تترزز عند ريلي وباكر ارمله ياخذها. لا من باكر كانت تقول لها تعالي فلانه يلا قلبي وجهك اخذ اغراضك وطلع. ليش عمتي ايش سويت لك؟ قالت بعد عشان تعرفين شلون تحطين حق الريايل. قالت حرام عليك خافي ربك. قالت ابد. مشت مسكينه تفكر بهالعيال شلون تصرف عليهم، وهي بالطريق ولا تشوف هذيك العجيز طقتها ما تدري يعني دعمتها. قالت حلامك انت ما تشوفين؟ قالت لا والله صار لي كيت وكيت وكيت وانا ماني عارفه شلون اصرف على هالعيال. قالت من هي؟ قالت لها فلانه. قالت والعنه هذه اعرفها. قالت باكر بالليل
مرت التاجر راح تجيك عندك وتطق الباب وتطلب وتشتري الدين، بس بلاش تشتري الدين على طول، اطلبي دبل الكروه. قالت شلون؟ كانت تقول ما لك شغل. راحت العجوز حق دكان التاجر اللي يبيع اقمشه وقامت تقلب هالخامات وتبكي. قالها التاجر علامك حجي ايش فيك؟ قالت والله انا وليدي يحب له وحده متزوجه ومبتلش فيها وما ندري ايش نسوي فيها. قال زين، وقالت طالبه هذاك الخام اللي ما نوجد في البلاد. قال حسبي الله عليه من ولد وحسبي الله عليها من مره. قالت شلون؟ قال انا راح اعطيك خام ما في مثله. خذته وراحت بيت هالمرت التاجر، طقت الباب. قالت له نعم حجي ايش تبي؟ قالت انا مطرشتني ناس مطرشيني ابي اقعد عندك، اعطيني جلاس ماي اول. راحت المسعده تجيب لها جلاس ماي. قومي يا هالعيوز وتجفت الخام ورا الباب. كانت تقول لها انا مطرشتني الارمله تبيك تردين، شلون ايش قلتي؟ كانت تقول يلا بعد ما بقول لها اشكالك وطردتها. قالت انا عارفه ايش بتقولين يعني. راحت يا الريال يبي يتغدى، شاف الكيس فتش الخام، عرف ان مرته هي شني. كان يقول هذه سواتك وانا عازك ورازك. قومي طلعي برا عن البيت. وطردها توهقت شلون مالون، ولا العيوز كانت تنطرها. قالت انا ما علمتك وما قلت لك. قالت زين شلون يا حجيه؟ قالت روحي حق اذا تسامحتي من الارمله انا ارد لك باكر بيتك. قالت شلون طردني؟ قالت ما تشغل. راحت تسامحت من الارمله وقالت لها باكر ان شاء الله بتردين بيتك. من الصبح العيوز راحت حق الدكان، كانت تقول حق التاجر. قالها ايش تبين؟ لا بارك الله فيك من مره، ايش تبين؟ قالت انا امس مو خذيت منك الخام، بروح حق المره اللي قلت لك عنها، لكن عطشت ودخلت عند بيت مره سنعه محترمه والله ما قصرت. قال يعني مو مرتي هذه؟ قالت لا عطني خام. قال هاك خامين وفكينا من وجهك. ورد الريال حق مرته الى بيتهم وردت الارمله تشتغل عندهم دبل الكروه. شيء حلو. بس السؤال انا وايد اسال كطفله، وايد اسال السؤال ان العيوز اللي سوت كل هالسالفه شنو غرضها؟ تسليه. الحريم الكبار يحبون يأدبون الجيل الصغير. ماكو شغل، قاعده بالسوق تفرفر، فقاعد خلنا ادبها. بالضبط. طيب احنا نقول هذا الجو اكيد اطفالنا بحاجه له علشان نربط بين الاجيال. الاطفال انا قمت الاحظهم ان نسوا لهجتنا. بالضبط. صاروا ما يعني ما يعرفون حكينا اصلا، ما نقول لهم ولا طبايعنا ولا شيء ولا. بالضبط. ابدا. فصرت قمت لما مثلا اروح يعني انتقي لهم يعني قصص على قدهم، يعني انا اغلب قصصي حق الكبار يعني. فاشوفهم ما يشوفون مثلا لابسه عبايه وقاعده حازي، تلقينهم يدبون. اي يدبون لانهم يولهون على هذه البيئه. إيه؟ يولهون على هذا الحس. فاتمنى فعلا ان نرجع لجيلهم، لان فقدوا بالنسبه لعالم الطفوله شيء مثل هالنوع. والله يعني سيزون جديد؟ لا يعني انا مثلا احنا اشتقنا حق مسلسل، يعني مو مسلسلات يعني مثل القصص اللي مدينه الرياض كتبه. اي يعني ان شاء الله حصري. انا اشكر لك هذا الحضور واشكر لك فعلا، يمكن انا عن كثب قست شلون انك تاخذين قلوب الناس. وانا فعلا من ضمن المتابعين من بعيد، لكن للوهله الاولى لما اكون قربت اكثر تعرفين الشخصيه راح تحبينها اكثر، وان شاء الله يا رب يزيدك من حب الناس ومن هلا الاعلى. شكرا على قبولك الدعوه بالنسبه لنا. شكرا لكم، شكرا على كل الجماعه اللي سهرانين اليوم، مشكورين. ما حبيبه قلبي، الساعه المباركه وجودك معنا ان شاء الله. بالنسبه لي وجودنا معاكم راح يكون اكيد ممتع اذا طاب لكم الملقى وتعودون، واكيد ان شاء الله احنا بنكون سعيدين لو باكر في هالمكان كلنا احنا وانت ونتلاقى وانتم مع بعض في البيوت التلاقون. نلقاكم على خير باكر، وبخير وسعاده. ها باكر في غنى وليله سعيده مليئه بالدندنه.